السلام عليكم، كنتمنى تكونوا على خير يا ربي والاحوال ديالكم طيبه. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم بعض الحلول لبعض اكبر المشاكل اللي كنعانيو منها في التنظيف. واول حاجه غنبدا بالزاج. ما يمكنش تكون فينا شي وحده ما كتعانيش من كتبغي تمسح الزاج. انا شخصيا كنكره هذه المهمه، فلهذا قلت علاش لا ما نجربش هذه اللي شفتها بزاف في الاواني الاخيره متواجده في لي ريزو سوسيو. قلت نجربها ونشوف فعلا واش فعاله ولا لا. طريقه التركاب ديالها كي شفتوا سهله جدا. وثاني حاجه غادي نمشيو البلاصه اللي حنا باغيين ننظفوا وغادي نديروا فيها سائل مسح الزجاج، ومن بعد غادي نجيبوا الاله ديالنا وطريقه الاستخدام ديالها ولا اسهل. اول حاجه غادي نركبوا داك الخاتم باش هكا لا طاحت لينا ما تطيحش لبرا، لان عندي انا البالكون عالي بزاف. في الاول صراحه جاتني ما زويناش وقلت الثمن ديالها غالي عليها، حيت خديتها 280 درهم. ولكن من بعد ما عرفت طريقه الاستعمال ديالها صراحه كتعاون، ولكن كاين بديل ديالها لان ثمنها صراحه ماشي رخيص. البديل ديالها راني وريته لكم في واحد لا فيديو، غادي نحطه لكم في اخر الفيديو مختصر بالنسبه للناس المهتمه. ودابا غادي نمشيو باش نكمل المسيح ديال الزاج ديال الدار كامله، وغنتلاقاو باش نشوفوا ثاني حل لواحد المشكله اللي بزاف البنات صيفطوا لي رساله تيقول لي فدوى بغينا الحل. اليوم في هذا الفيديو جبت لكم الحل. شكون فينا ما كيكرهش ديك المرحله فاش كتسالي التجفاف ديالك وخاصك تنشفي الشيفونه ديالك وتغسليها وتنشريها؟ انا شخصيا ما كرهتش شي حاجه اللي تكون جو طابل وفي نفس الوقت غير مكلفه. والحل ديال اليوم غتجي بها الطاقيات ديال الشعر اللي هما جو طابل. هادو البنات خديت تقريبا 200 حبه ب 30 درهم، غديريهم في بواطه وغادي ديري عليهم اي معقم تنظيف كتبغي تستعملي او وصفه من الوصفات اللي شاركت معكم ديال المعقمات الطبيعيه. من بعد خاصو يكونوا عندك بحال هادو، هادو راهم متوفرين، غير هو حاجه واحده ردي بالك خاصك تاخدي واحده اللي الراس ديالها صغير باش هكا تقدري تغلفيها بهادو. ومن بعد فاش كتبغي تشفي بعد ما كتكوني شطبتي خدمي بهذه الطريقه هذه. هادو البنات تقدري تستعمليهم ماشي للتنظيف العميق، لكن تستعمليهم للتنظيف بشكل يومي. ومن بعد ملي كتسالي غادي ندوزو للمطبخ. كان واحد جوج الحوايج خاصيني باش هكا نقدر نكمل المطبخ ديالي اللي هما الكراسة. وكنت كنقلب على هذا النوع اللي يجيني اسورتي مع لاطابل. لاطابل كنت خديتها من ايكيا، اما بالنسبه للكراسي فانا خديتهم من كيتيا، واحد البلاصه كتكون في كيتيا عندها علاقه مع لي زاكسيسوار لقيتهم فيها، سميتها لاكاسا. والثمن ديال كل كرسي خديته تقريبا ب 400 درهم. دابا غادي نحاول نبدل البلاصه ديال كل حاجه باش هكا نصاوب واحد لو بلون دو طرافاي في الوسط ديال لا كويزين. بعد التغيير غادي نوريكم الشكل النهائي. صراحة أنا عجبتني أكثر وعاد كتبان لي أكبر ومستغلاها بطريقة صحيحة. وحاجة أخرى اللي غادي نقول لكم، راه لونغ اللي كتبان فيه دابا التصوير راه كيبين الحاجة قريبة، راه فغيمو كاين اتساع. أنا غنحاول ندوز نوريكم كل حاجة كتحل إلى آخره باش هكا تاخدو فكرة. دونك مع الدخلة درت هاد لونجمون اللي خديت من إيكيا، درتها الوسط وعاد عندي أن بلون دو طرافاي الوسط اللي صراحة جمواتي مع الكوزينة بالنسبة ليا. ما يقولوا لي أنتم الرأي ديالكم. بالنسبة للبنات اللي سولوني على هادو ديال لي طابل، راه اليوم كنت في كيتايا وبانوا لي جابوهم في بزاف الالوان وجابو حتى الفيغ فونسي بالنسبه للناس اللي عاجبينهم هادو، والثمن ديالهم وقيله 45 درهم. فوالا، دونك حاولت ندير بعض الديكورات باش ندير ان بيتي غابيل. دونك هنا تزاد لي ان بلون دو طرافاي، وكي شفتوا هاد الكراسه هادو الحمد لله جمواتين بزاف. دونك بحال لي ربحت بلاصه ديال الجلوس هنا، ولا كنا غادي ناكلو نقدروا نجيبو هاد جوج كراسه هنا وناكلو ترونكيل. الوغ بالنسبه لهاد البلاصه نتوما غتشوفوا كندوز عادي ما مزحماني حتى شي حاجه، حتى الدخله للبالكون نفس الحاجه. دابا غندوزو من هنا باش نشوفو واش هادي براسطه هاد البلايص. دونك غنحل اول مجر، دونك بالنسبه ليا كيتحل عادي ما كاين حتى شي مشكل. غندوز كذلك لهاد المجوره هادو،
فوالا دونك ما كاين حتى شي مشكل. غندوز كذلك لهذا المجر نفس الحاجه ما كاين حتى شي مشكل. بقات لي حاجه وحده الوقفه ديالي في هذه البلاصه ما فيها حتى شي مشكل، او كونطرير عندي بزاف ديال لاسباس ما بين هنا وهنا. بالنسبه لهاد البلاصه خصني نشوف الماشينه لافي واش كتحل ليا ولا لا. وي كتحل اصلا، سالات الصبال الحادقه على فوالا. دونك حتى هنا ما كاين حتى شي مشكل. ومن بعد بقى ليا هاد لاسباس كامل للباب. ودابا غادي ندوزو للغديوه ديال اليوم اللي غنشارك معكم واحد الغداء اللي هو ساهل ولذيذ بزاف. اول حاجه غادي ناخذ البطاطس وكديريها على حسب عدد الافراد، غادي نغطيهم ببابي كويسون بابي الومنيوم وغندخلهم للفران، وغندوز اون باراليل نوجد الدجاج مع الفلفله بثلاثه الالوان. غندير فيهم القامه اللي كنفضل بالنسبه ليا، البزار الملحه سكينجبير. ديال هاد الاكله بامكانك انك تصوبيها في الاخر ديال الشهر، لان اي حاجه عندك شطت لك من اي حاجه، مايس طون شويه ديال البصله شويه ديال الفلفله مثلا شويه ديال الدجاج او بلاش طون، المهم اي حاجه عندك وكتبغي تاكليها مع البطاطس يكفي انك تجبديها من الفران، ديري مع شويه الملحه تنسميها سواء بشويه ديال الزبده او الفرماج الا كان عندك. الا ما كانش عندك الفرماج ديري شويه الزبده، انا كان عندي الفرماج الاحمر فبالتالي درتها معاه. من بعد من كتحطيها كتحطي فوقها اي حاجه عندك، كتحطي فوقها الطون، كتحطي فوقها المايس، وكتحطي فوقها شويه ديال الفلفل. وحاجه اخرى اللي كيديروا، لان هاد الاكله تركيه كيديروا بزاف ديال لاصوص، انا صراحه ما عنديش، واصلا عدت كنحاول قدر المستطاع انني نبعد شويه على لاصوص وغنحطها بهذه الطريقه. ها نتوما شفتوا، ولا اسهل ولكن تيقيني كتجي لذيذه. اما بالنسبه للبرجر فانا درت فيه اي حاجه عندي في الثلاجه، بقى عندي شويه ديال الجبن مع شويه ديال لافوكا مع الطماطم، نسمتهم شويه ديال البزار، وها هو الغديوه ديالي واجده. كنتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم.